الدورة الثالثة للمنتخب وأخص من تلك في العلاقات مع الدولات والناطقة الرسمية أنه هذا التمرين النسائي التجمعي أخت أمينة من حضرة أخوات الإقدام أخوات الإجداد. طبعا لقاء مهم جدا، لقاء كبير حضرته نساء من مختلف يعني جماعات إقليم نطاق المضيق، طبعا من تنظيم المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية. النقاش الذي كان حاضرا في هذا الملتقى هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. طبعا كانت فرصة باش نتناقشوا على مختلف المبادرات والمشاريع الحكومية، وأيضا لكي نستمع لهؤلاء النساء واقتراحاتهم تصوراتهم حول مختلف القضايا المرتبطة بالتنمية عموما. العنوان الكبير هو عنوان النقاش الجاد المسؤول الفعال، والذي طبعا يستشرف الأفق بنفس إيجابي. هذا يعزز الحضور ديال التجمع الوطني الأحرار كحزب اللي حريص على أنه يحضر في النقاش، خاصة النقاش الداخلي وأيضا النقاش مع مختلف الحساسيات حول مختلف الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا تحت يعني الرعاية السامية لجلالة الملك. بارك الله.